أهلا بيكو. السيسي وأردوغان قابلوا بعض وتصافحوا في يوم افتتاح كأس العالم في قطر، وبدأت ناس كتير تتكلم عن التقارب المصري التركي وأن دي خطوة مهمة جدا في تطبيع العلاقات. والرئيس التركي أردوغان قال إن احنا بس عايزين مصر تحدد لنا يعني مين العدو ومين الصديق في شرق المتوسط، وأن احنا مش عايزين غير السلام في هذه المنطقة. النظام المصري لم يصدر عنه تصريح عن هذه النقطة، لكن فوجئنا الحقيقة بخطوات مع اليونان اللي تركيا بتعتبرها أصلا هي أساس المشكلة أو أحد المشاكل، يعني إحدى المشاكل بينها وبين مصر. خلينا نشوف كده العرب الجديد نشرت قالت إيه عن التقارب المصري التركي. وزير خارجية مصر واليونان يبحثان تحقيق الاستقرار في شرق المتوسط بعد تصريح أردوغان. تفاصيل أكتر عن العلاقات المصرية اليونانية في هذا الفيديو. أرحب بضيفايا في هذه الفقرة عبر الإنترنت أحمد البقري الناشط السياسي. أهلا بك معنا. أهلا بك دكتور أسامة وأهلا بالسادة المشاهدين. وأيضا عبر الهاتف محمد حامد مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك معنا. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. طيب أحمد أبدأ معك. الحقيقة بعد مصافحة السيسي وأردوغان ظن الكثيرون وظهرت كثير من التحليلات تتحدث أن مصر ربما على موعد مع تقارب حقيقي مع تركيا ومع حل أزمة شرق المتوسط، ولكن فوجئ الجميع بلقاءات وزيري الخارجية المصري واليوناني. وهناك خبر آخر أن في 5000 مزارع مصري هيروحوا اليونان لمساعدتهم في الزراعة وأمور أخرى. ما هي الرسالة السياسية من خطوة كهذه بين مصر واليونان؟ في البداية الحقيقة أنه ما زال النظام المصري يصطف في الطريق الخاطئ عكس مصالح مصر الاستراتيجية، وما زال التخبط قائم. هذا النظام يبني مواقفه على ليست على مصالح مصر ولكن على مصالحه هو الضيقة الشخصية. يعني على سبيل المثال لو نظرنا لما يحدث مع تركيا منذ سنوات، تركيا بالمناسبة منذ اللحظة الأولى تتحدث عن مصالحها في شرق المتوسط، تتحدث عن يعني ترسيم الحدود بين مصر وتركيا، لأنها يعني في شرق المتوسط تركيا تمتلك يعني حقوق طويلة في شرق المتوسط. ونجد أن النظام المصري يصطف مع اليونان التي لا يوجد بيننا وبينها لا ثقافة ولا تاريخ ولا أي شيء، يصطف مع فقط يعني عناد مع تركيا، هدف يعني إغضاب الجانب التركي ليس على مصالح مصر. وربما الاتفاقيات التي وقعها مع الجانب اليوناني أفقدت مصر حصة كبيرة من مياه شرق المتوسط، إضافة إلى أنه انتقاد النظام المصري الحالي
لتركيا في الاتفاقيات التي وقعت مع ليبيا هي لم تضر حقوق مصر. هذا التصريح كان على لسان وزير خارجية سامح شكري، ولكن كانت أعطت مصر حصة أيضا إضافية في مياه شرق المتوسط. الحقيقة أن هذا النظام يصطف دائما على مبدأ من معي هو شخصيا وليس مع الدولة المصرية. يعني وجدنا في ليبيا اصطف اصطفافا خاطئا منذ أن جاء إلى السلطة، رمى كل سلته في يد حفتر إلى أن انكشف لاحقا أنه لا بد أن يكون لديه علاقات مع جميع الأطراف الليبية. وأيضا الآن بعد أن يعني تكشفت الأمور في ليبيا عاد و يعني تواصل مع الفرقاء الليبيين كخالد المشري وغيره، والآن يعود إلى نفس المربع الذي كان عليه في 2014، اصطف اصطفافا كاملا مع بشار وحفتر ضد صلاح، لم ينظر إلى مصلحة مصر الاسترجاعية. ما أريد أن أقوله أن هنا النظام يبحث عن مصالحه الضيقة. يعني مثلا تركيا عندما تطلب من مصر، أنا هنا لا أتحدث باسم تركيا لكن أنا أتحدث كمواطن مصري، ولكن هنا عندما مثلا تنظر إلى حديث الرئيس أردوغان يتحدث إلى مطلب واحد، هو أن لدينا مصالح استراتيجية مع مصر. طيب أحمد، أنا هرجع لك في تصريحات الرئيس أردوغان في النقطة دي تحديدا لأنها مثار جدل كبير، لكن خليني أيضا أتعرف على رأي محمد حامد في المشهد. مصافحة السيسي وأردوغان ثم لقاءات على أعلى مستوى بين الخارجية المصرية ونظيرتها اليونانية، كيف قرأت المشهد محمد؟ قرأت أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التطور في العلاقات المصرية التركية، وهذا ما ألمح له الرئيس أردوغان، وأن هذه المصافحة بداية لصفحة جديدة بين مصر وتركيا قد تصل إلى ترسيم الحدود المصرية التركية بحريا. وهذا لا يعني منذ اليوم الأول ومنذ الترسيم الحدودي الذي حدث في 2003 ثم حدث مؤخرا في عام 2020 بين مصر واليونان في الحدود البحرية، لا يمكن أن تستبدل مصر علاقتها باليونان بتركيا، والعكس، بل مصر ستقف على مسافة واحدة من الجميع. وهذا ليس كلامي بل بشهادة وزير خارجية تركيا شاويش أوغلو الذي قال صراحة أن مصر احترمت الجرف القاري التركي، وأن مصر لن تدخل في هذا الخلاف التاريخي بين تركيا واليونان، ليس من شأنها وليس ولن تحشر أنفها في مثل هذا الأمر، هذا شأن بينهما، وأن القاهرة ستقف على مسافة واحدة من الجميع. وأذكر حضرتك أن هذا يعني لاحقا أن ستكون منطقة الشرق المتوسط واحة للسلام لاحتياج العالم للغاز في هذه المنطقة خاصة بعد اندلاع العملية العسكرية. طيب محمد، لو بتتحدث عن المصالح الحقيقة خليني أتوقف معك هنا، عفوا على المقاطعة. تصريحات التركية الحقيقة كانت بتقول أنه ترسيم الحدود ما بين مصر وتركيا هو لمصلحة مصر في النهاية، لكن مصر مصممة أنها تذهب إلى اليونان وإسرائيل. الضيف أحمد البقري قال نفس الكلام تقريبا، قال أن المصلحة العامة للدولة المصرية هو التعاون مع تركيا في شرق المتوسط، لكن النظام بينظر لمصلحته الضيقة في الذهاب إلى اليونان. كيف ترى هذه النقطة؟ أرى هذه النقطة أن لا يوجد اصطفاف مع أحد ضد أحد، بل الجميع سيصطف مع بعضه البعض لكي تكون هذه المنطقة واحد سلام، سواء هذا حدث هذه السنة المقبلة، السنة بعد المقبلة، هذا الأمر سيحدث ليس بسبب توافق إقليمي فقط بل توافق دولي على هذا الأمر، أن هذه المنطقة لن تشهد نزاع، لن تشهد صراع، لن تشهد أي خلاف. ستبقى التصريحات الدبلوماسية والخلافات الإعلامية حبيسة في هذا الجانب، لن تتطور أي صراع أو نزاع عسكري، لأن غير مسموح لا إقليميا ولا دوليا ولا منطقيا أن تتحول هذه المنطقة لمنطقة صراع. ومن يتحدث عن اصطفاف مصر مع إسرائيل وحدها أو مع اليونان، وأيضا تركيا لديها تحالفاتها سواء مع إسرائيل السلطة الفلسطينية بشار الأسد في عام 2009، لكن وليبيا بعد ترسيم الحدود الأخير مع المثير للجدل. فمن حق كل الجميع أن يستخدم أوراقه في التعامل مع الآخر. طيب، نحن هذه نقطة أهم، دعني أعود بها إلى أحمد البقري. أحمد، من حق الجميع أن يستخدم كل الأوراق، والمنطقة ستكون واحد سلام، وستتفق مصر مع اليونان مع تركيا في نفس الإطار. هل تتفق مع محمد في هذا الأمر؟ أنا أتفق أنه من مصلحة مصر، وهنا ليست مصلحة النظام، أن نبحث عن مصالحنا نحن كمصر، وليس كما أشرت أنا في البداية، وليس عن مصالح النظام الضيق. لا، النظام المصري يصطف مع اليونان. حضرتك أشرت في التقرير الذي عرض قبل قليل دكتور أنه النظام المصري عقد أكثر من 9 قمم
كانت كلها موجهة بشكل واضح وبشكل علني ضد تركيا. أنا لا أتحدث عن تركيا ولكن أتحدث عن مصالحنا، أين نقف نحن، أين حدود مصر، أين الحقوق الاقتصادية لدينا في شرق المتوسط. يعني نكاية في تركيا فقدنا الكثير في شرق المتوسط. يعني مثلا عندما تم ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وبين ليبيا، أعلنت تركيا أن مصر استفادت بحصة كبيرة من هذا الترسيم. أيضا لم نجد يعني تصريح من مصر يقول أن تركيا مثلا تعدت على مصر في مياه شرق المتوسط، أو أن ما قالته أنه مصر زادت من مساحتها في شرق المتوسط لم يكن صحيح. إذن مصر كانت في الاتجاه الخاطئ، لأن هذه الاتفاقية عندما تم ترسيمها نحن استفدنا. السؤال هنا أين نحن من ذلك؟ لماذا نصطف في مسار دون الآخر؟ نعم هناك خلافات سياسية بين تركيا وبين مصر، لكن الخلافات السياسية لا يمكن أبدا أن يعني تكون على الحقوق التاريخية للشعب المصري. وهنا معيار السياسة، للأسف الخارجية المصرية في عهد عبد الفتاح السيسي تحولت إلى شركة علاقات عامة لشخصه. نحن نتحدث عن علاقات مع اليونان، نتحدث عن علاقات مع إسرائيل، بالتأكيد تصب في عكس مصالحنا الاستراتيجية كمصر. وأنا يمكن أشرت في البداية إلى ما تم أو تخندق عبد الفتاح السيسي في خندق حفتر، هنا أتحدث عن الجرة الأولى ليبيا، وهنا كانت المصلحة ليست لم تكن مصلحة مصر، لأن مصلحة مصر مع ليبيا موحدة، مع ليبيا جميعا، وليست مع ليبيا كفصيل أو كتيار أو كجزء من ليبيا هو الحدود الغربية مع حفتر. مثلا السيسي عقد مع حفتر عشرات القمم منذ 2014 حتى محاولته السيطرة على عاصمة طرابلس في 2019. ما الذي حدث بعد ذلك؟ هل كان السيسي متحالفا من أجل مصلحة الدولة المصرية؟ لا، السيسي كان متحالفا من أجل سيطرة العسكريين أو سيطرة حفتر على ليبيا، وظن منه أنه بذلك سيستطيع السيطرة عليه. هل كان هذا صحيحا؟ لم يكن صحيحا، وبالتالي جاءت تركيا البعيدة إلى ليبيا وكانت جزءا من هذا الصراع. من الذي أتى بتركيا البعيدة إلى ليبيا؟ هو النظام الذي تخندق في خندق غير الخندق الذي فيه مصر. وبالتالي هنا دائما الخيارات الخاطئة لهذا النظام تجعلنا جميعا أن نأتي متأخرين، ويتم التنازل عن حقوقنا وعن دورنا التاريخي في الحفاظ على مستقبلنا. طيب بالحديث عن الخيارات الخاطئة والصحيحة، دعني أعود لمحمد حمد مرة تانية. محمد، متفق مع أحمد البقري في أن النظام المصري علاقته بتركيا دائما ما يكون هناك خيارات خاطئة، ولو أنه اصطفى مع تركيا بالأساس مبكرا في قضايا كثيرة يعني لا تغيرت الأمور؟ يا سيدي الفاضل، الأزمة المصرية التركية كانت من طرفين وليس من طرف واحد، ولا يمكن تحملها لمصر فقط طوال العشر سنوات الماضية، كان هناك فعل ورد فعل. لذا علينا أن لا نتذكر ما حدث في هذه العشر سنوات ونطوي هذه الصفحة بهذه المصافحة الصفحة وبهذه المصافحة التاريخية بين مصر وتركيا وردود الأفعال الإيجابية من الرئاستين هنا وهناك، وهناك دلالة أن هناك انطلاقة في هذه العلاقات، لأن العلاقات التركية عادت مع كثير من الدول العربية، ومصر أكبر دولة عربية وتستحق أن تبني علاقتها مع تركيا على الاحترام المتبادل وعلى مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول، وهذا أمر مفروغ منه ومرسخ في القانون الدولي. لذا نتمنى الفترة المقبلة أن تشهد نوع من التهدئة أو عدم التوتر، وزيارة وزير خارجية اليونان إلى مصر هو التأكيد أن التحالف المصري اليوناني مستمر ولن يتعارض مع العلاقات الجديدة الوليدة مع تركيا. أحمد، هل تعتقد أن تركيا ستقبل بأمر كهذا، علاقات مصرية يونانية مستمرة، مع أن الرئيس التركي ألمح إلى هذا الأمر؟ أنا المشكلة ليست هنا ما تراه تركيا من وجهة نظرها الحرة فيما تراه، لكن أنا هنا أتحدث عن دورنا كمصر أو موقفنا نحن كمصر. نحن دائما زي ما نقول نحن دائما نصطف في المسار الخاطئ ولا نستفيد إلا متأخرا. يعني مثلا خلينا نتكلم بشكل واضح جدا، أن الأزمة في قطر نحن دعينا إلى الخصام، عندما تصالحوا دعينا إلى المصالحة، لكن هل نحن كمصر خسرنا؟ نعم خسرنا، كان هناك أكثر من 300,000 مواطن مصري يقيمين في الدوحة، خسرنا على مدار أكثر من 3 سنوات في أزمة لا ناقة لنا بها ولا جمل، ولكن كنا مجاملين لمن أرادوا الحصار على دولة مثل قصر. الآن نحن أيضا بالتأكيد هناك خلافات سياسية موجودة بين تركيا وبين مصر، لا أحد يمكن أن ينكر، ولكن هنا أنا أتحدث عن
المسار التاريخي او الحقوق التاريخيه لمصر. والنقطه اللي انا عاوز اقولها في غايه الاهميه محمد الذي قال ان احنا نطوي هذه الصفحه مثلا في ظل الازمه السياسيه بين تركيا وبين مصر على مدار السنوات الماضيه، العلاقات الاقتصاديه لم تنقطع يوما واحدا بل شهدت نموا وارتفاعا كبيرا بين تركيا وبين مصر. حركه التجاره بين تركيا وبين مصر كانت متسارعه. اذا كانت هناك عداء لماذا لم يتم توقف الاقتصاد او الحركه التجاريه؟ ولكن نحن نتحدث عن كان لدى تركيا موقف من ما حدث في انقلاب يوليو 2013، هذا لا يمنع ابدا ان نتحدث هنا عن حقوق مصر التاريخيه. ولكن كما راينا ان هذا النظام فرط في مياه النيل، نعم. فرط في صرافير وغيرها من الامور، نراه الان في الشرق المتوسط ايضا يصطف في الاستفاقه. السؤال الاهم تفضل. الذي يمكن ان تطرحه على ضيفك الدكتور اسامه، وانا اعتذر ان اقول هذا، لكن ما الذي سيعيد علينا من اليونان؟ اليونان ليست دوله عظمى، نعم هي دوله في 1000 نيت وتركيا دوله في 1000 نيت، لكن اليونان مثلا لا 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 لا, 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 لا نرتبط بها مثلا برابط تاريخيه ولا ثقافيه. هو محمد يعني اجاب على هذا السؤال احمد في مداخلته الاولى وقال من اليونان نعم. اين أشكرك أحمد البقري. محمد حامد جاوب على السؤال ده في الأول وقال إنه في علاقات بتربطنا مع اليونان ومصالح مع اليونان كما تربطنا مصالح مع تركيا، وبالتالي هو يعني شايف إن الفترة الجاية المفروض ما يكونش في خسارة طرف لحساب طرف آخر. أشكركما شكرا جزيلا، أحمد البقري الناشط السياسي ومحمد حامد مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية. حلقتنا مستمرة بعد الفاصل، هنسأل معاكم ليه حالات الطلاق بتزيد في مصر. تابعونا.